وبسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي حبايبي الغالين، يا نظر عيني المتابعين وين ما كنتوا، مساكم الله بالخير والنور والأنوار والسعادة. حبايبي يا نظر عيني، بدايتي كالعادة وياكم اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وزيدوا من ذكر الله وزيدوا من الصلاة على رسول الله، وبذكر الله تطمئن القلوب، طمن الله قلوبكم إن شاء الله في الدارين الدنيا والآخرة. قولوا آمين. شفاء الله إن شاء الله أمراضكم، غفر الله لأمواتكم يا رب العالمين. قولوا آمين. أعزائي الغالين، حبايبي يا نظر عيني، يا المتابعين، طبعا لا تفوتني الفرصة إني أسلم عليكم وأعيشكم الجو. طبعا عندي اليوم كالعادة طبخة المضروبة، وأنا اللي يعني بس ما يقولون عيدها، وخالد عيدها إن شاء الله اللي إن شاء الله. فاكم طيب، أدخل المطبخ الحين. شهدات سلام عليك. السلام. ها مشان شو؟ مضروبة. أو مشان المضروبة ما أكل شهدات وحليلة، أمبرز جدورة. ها مشان شو بابا؟ لا الله لحم. شوفوا 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 شهدات كالعادة يجهز لي. شو ردينا يا ما ننساك، وتذكروني في محطين. شلوا من قدام عيني، شلوا يلا شلوا هذا عمل، اعوذ بالله منه، شلوا خذوا علي. كان يا ما كان في قديم الزمان ودرناك ولم فكر رد عليك والله. انزين طبعا الترول الترولي هذا واحد مس جاهز. ها مسعود شو انت؟ حيا الله كدم، حيا الله اسماعيل، يا مرحبا. هي رتب رتب اليوم يرتبون ترتيبات. هي خلاص مسعود شو بسوي لنا اليوم؟ اليوم نسوي قمات حلوه. القمات الحلوه والله مسعود متقيد بالنظام بعد، ولابس كل شيء. يلا الحين بنت ابو شوف يا سات، شوف يا سات الشعبيه، هي عيبني انا الفنتق بندش عليهم في المطبخ، بنطالعهم شو يسوون. الله الله يا ابوكم. السلام عليكم ابو. هذا الحشو ويجهزون النخي كالعاده. موز عمان، موز عمان، والبطاطا مجهز، والباميه حق الصالون مجهز. يعني يحبون يجهزون الشغل وانا عاد احطي في الثلاجه. دواكم الله دواكم الله دواكم الله. جايب اليوم شيء جاهز، لازم اي طبخه طبخها انا وياكم، ما تهونون علي، انكم غالين علي بعد. بعد الانسان يعيش الجو والدنيا. الله يا هي بامي كم غالي، جايبين البامي الصغار هذه. سويت حمر البصل، حمر البصل، حمر البصل، نعم. عايبين أجواء الشعبي عند أخوكم حرية، نعم. والمطبخ الداخلي وهذا الكنديشن الأول ينطخ ينطخ أبو وأويلة. قال كلمة ثوم قادمة روم، وكلمة الزنجبيل دوب الحيل، وكلمة البصل بما حصل، وكلمة الرويت لو أعويل. هذا هو اللي قاله الأوليين. يلا أبوي عاشوا عاشوا. حمر البصل، حمر البصل، وأنا وياكم أول طول ما أسوي شيء. الله الرحمن الرحيم الغالين، الحبايب الزينين الطيبين المتابعين، طبختين أو ثلاث، واحد صلوا على النبي محمد صلى الله. طبعا أنزل البصل مضروبة، هلا أنزل البصل مضروبة أول. هذا نزلنا بصل المضروبة، بنزل بصل الصالونة، وهناك ولو لقمة أبوه. هناك ولو لقمة، نعم. وهذا بصل المضروب، وخلكم ويا المضروبة، وخلكم ويا الصالون في العين، وخلكم وياه
لقمة. مسعود؟ أبو واويلا وصح الله لسانكم. هذا العمي وسهلا. شو ما يصير الصالون الصيحة. هذا الزنجبيل. هذا جدر شو؟ جدر الصالون في اللحم. نرجع بعد نفس العملية. هذا الزنجبيل. جدر شو؟ جدر المضروبة. هيك كل شيء لوقته يا حلو مسعود يا رب. طبعا المضروبة ما عشان ما غلط وانسى. لا. بالا اللومي الاسود زياده من اللومي الاسود فهمتوا؟ عطني هذا هيك تبالا طبعا عشان ما غلط اي نعم هذا لا طبعا شويه وين الطماط؟ عطني الطماط اي نعم خلي منك هاي المضروبه هذا اللحم صورناه نص صورة الله هل ياخذ ولا بصل مرة هل يشرب من البصل والثوم شرب من البصل والثوم الحين طبعا هو ناضي ما يبالي بعد ناوي هيك يبالي شيء بس كورة بسيطة للبطاط عطني بطاط صب المي صب المي عطني المعجون بطل هيك بطل خلكم تسهرون في العيد جمعة الشام تعاون فرش نعم بغواتيك ما حد يوعديك وبيداتك قضاع ويداتك هيك هذا بعد المعجون ايه من نهاية تبالي معجون ايه حطينا عليه المعجون عطني قوي هذا البطاطا الله يبالي يبالي هاي يبالي بسم الله الرحمن الرحيم هذا يا طفل عطني لحظة خل عطني رسالات اول هذا الكركم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يا جماعة الخير الكركم وهذا ابزار اخوكم خالد حرية صلوا عليه النبي محمد جود جود هذا ابزار حرية بعد ما يبغى اشياء وايد وعطني ماي اللحم تشبوا ماي اللحم لا اول ماي اللحم اطبخوا ماي اللحم ايه هتم ريحته وردينا على الصالون انا بعد وياكم على الصالون ايه مطنش هاي هاي خلك برايك الصالون شو هذا ماي اللحم ايه ايه ما صبينا لا 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 لان ريحه اللحم وطعم اللحم بسم الله الرحمن الرحيم الصالون ماي اللحم ردينا بتقولون لي الملح حري لا لا خلنا الملح هذا طبعا الصالون وش الامره بعدين ايه الصالون نعم الحين خلصنا من الصالون هاي الصالون بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا خلصنا من الصالون وين اللومي الاسود ايه اللومي الاسود عطني اللومي الاسود هذا عطني 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 حرك هذا اللومي الاسود يلا طبعا هذا الماي ماي حار مثل كالعادة عندي يا حزا بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماي حار المضروبة بسم الله الرحمن الرحيم ترينا ان شاء الله شفتوا ايش قايل هاي اللي داش فيها هاي
الصابون احنا جاهز. وشل الجدور ودوه تشوله داخل، والخبابيز مسعود القمات سووا برا. عدل صلك على الباميه اللي ادورها في جمعيه الشارجه التعاونيه. جمعيه الشارجه التعاونيه يا جماعه حتى حليب الطير فيها. نعم وادوحك الباميه الخاويه ونقعها بالماء يمكن ساعه. اسمي الباميه ابوكم بالي. ليش الباميه الكبار ما دام يعني الباميه هاي تشوفون ما داني بارلة هاي صح. وانت مرتين لا هاي صالونة انتم عندي يومين. نعم بتغد بتعشاها وباشر بتغداها وافكر اني بعد اسوي فريدة تريكها. نعمة الله هاي عم لعبة الحين خلع على راحتها يا ابو هاي المضروبة خلي نغب الجدر بس. نعم يلا عاشو عاشو يا ودوبي ولو لقمة لها ولو لقمة يبالة دهن الخنين ويكينكس عطني دهن خنين هي. ولو لقمة يبالة دهن على كيف كيف عاد. بسم الله الرحمن الرحيم ما يبالي وايد بعد وايد لا لكن يبالي دهن خنين طبعا اشتغلنا هذه المضروبة وهناك الصالون وهذه ولو لقمة ما في ابوه في عندنا الله اكبر بس شيء شيء بعد عطني البصل الشرايح ولو لقمة بصل الشرايح شفتوها بالطريقة ما يباله شرات الحشو ولا شرا لا 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 ولو لقمة الشرايح. بسم الله الرحمن الرحيم اذكروا الله وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام ورطبوا ذوب لسانكم بذكر الله وقولوا لا حول يلا كلنا ويا بعض الشاهدين سامعين المتابعين كلنا ويا بعض لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر دوم وبذكر الله تطمئن القلوب سبحان الله. خذوها صلوا على الحبيب محمد. ردينا الى طبختنا الشرايح والبهار اليابس ما في نفس الطبخ لا بهاره يابس بهار اليابس خليها عادي. زين هاد دياي الو ربك احلام سعيده ابو شفتك لا زايد وين عيش مال المضروبه ايش يلا يب 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 خلاص تبع المضروبه قبل الاذان يا ولا وايش الموضوع تاخذ راحتها عادة على كفه ايه اليوم المضروبة شبع ايش اعطيت دياي عشان تشتي يوم دياي وحده ما تشتي يوم دياي اثنين تخرج عطني ماي الدياي ماي هذا الحين مرقنا على اللعاب مرقنا على الجدر لا ما يبالي زياده مرقنا على ولا ولدهم وين الملح؟ عطوني الملح. عطوني الملح الحين يلا صلوا على النبي واذكروا الله بملحنا هذه المضروبه ملحناها ملح المضروبه وهذا ملح
ولو لقمه. وهذا ملح الصالون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تم ما كانوا كل من يوم الجار ما تفل وجه العين تملح ما بالايد. اي نعم. هاي صالونة كنا الله استعان على راحته وهاي هو على راحته والمضروبة على راحته وبن واذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد وبنرجع لكم إن شاء الله وحياكم الله. شوفوا أي شيء قاصر أي شيء ناقص عندكم تعديل عندكم حاجي زايد قاصر نحن وياكم نحن ما نقول طبابيخ نتعلم من أمهاتنا الكبار الرد اللي أخبر عنك بيوم أفهم عنك بسنة. أما هالصغارين اللي طالعون هذيل أركلهم أصوب خلهم على راحة تبعت ترى كل وقت الوقت تبعت هيك. حياكم الله الساعة المباركة بسم الله الرحمن الرحيم. بنبطل أول بنشوف المضروبة غاية هي اللهم صل على محمد. بس أبصر 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 على كل مرة ما تبغي مرة زيادة ولا لا. وهذا بعد خف مروبة وهذا اللهم صل على محمد كلها ترى ابي ودون داخل الحين ها ويجيبوا الخبابيز برا يحبسون ها طيب هذا ود داخل وهذا بعد جذر ود داخل ها ان شاء الله وهذا بنشمس عليه الحين وين مايه يا بسم الله الرحمن الرحيم وبنحط الزعفران اول الله المستعان هذا ما يلور هيك حق شو عاد هذا ولو لقمه ولو لقمه هذا ما يبي الا الزعفران وهي طبختي من السبعينات هذا ما الورد اصلا انت والورد انت وانت 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 تعرفين الورد وهذا الزعفران شوف حط الزعفران حط الزعفران شوف جاي زعفران هذا الزعفران صورا زين خلي شوفوا ربعي اللي تابعوني الطيبين الزعفران شوف ايش جاي الزعفران اسمع هي كل شيء يا جماعه هذا الزعفران هذا حق شو عاد حق اي طبخه حق ولو 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 ولو, ولو, ولو لقمه مرة هاي مضروبة الله 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 شوفوا نجمة شوفها النجمة المضروبة نعم على راحة اليوم دي ايها زايد هي عشان تاكل مرة يلا هذا ردينا على عيش ولو لقمة ايه عيش وبعدين يسعد يشرب شاهي وانت يا دياي ايش حقه من جلبه لا اردي على وجه وضعك الطبيعي عطني هاك اللص ما يعجبني كذي لا اردي وضعك الطبيعي لا بعمل ندوبي 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 الطبيعي هي كذا احسن تاخذ راحتك وبنخلي جدرنا على الطين يلا مسعود شيلوا هذا الجدر الصالونة اوه ودوا داخل ودوا الصالون داخل اهلا وسهلا وصلنا الى وين؟ الى ولو لقمة ولو لقمة ما كل مني وسوى ولو لقمة قال هي ولو لقمة لا المختصين فيها مثل اخوكم خالد حريم شوف هذا صور بيت كان 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 شوف شو قال انا احب اعطي بيوت اعطي بيوت هي راح هاي الساعه اذا غير بيئة ها 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 تشرب البيوت يا وعطي الدياي من فوق بعد الدياي خلت يشرب مرتين يا الله يا الله يا الله هاي ولا ولا الزعفران
يا ابوي شو نسوي بعد ولد محمد؟ الحين بنقطع الحين شفت ولد محمد؟ تنقز 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 عبد صور هذا ايش قال؟ هذا هو الحين نقول بسرعه تشوف يا ابو تعال سوي القماد بالحلوه اعطوا الخباز خبزه وعقنا الصب وي هي بالعافية عليكم ما روم ما سووا شيء ما خبركم أعطيكم من البداية للنهاية وانتوا استانسوا يلا بس تشربني شاي ثنيان قهوة حنا نريح شوي بس يا ربي يا الله ها وصلنا إلى النشاط مسعود بطل 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 افتح يلا الله هذه المضروبة شاربة خلص مرة يا ود مسعود يا ود لا تحرق يديك بسم الله الرحمن الرحيم مضروب يا ود هلا مسعود شوف شغلك شوف شغلك ابوي مسعود عاد حلو شوف شغله وانا يلا ساعدني ساعدني نعم وانا برد الى شو برد الى هذا شو ساعدني تعال هاش مسعود نعم هي ضرب الحيل حيل زياده هي شوي شوي هي ضرب مره وحين رديها من الصوب الثاني انا لما يخلص مسعود انا عندي اللحم هي انا عاد هالمشاطر اللي هي فيه اللحم خذ الكاك يبالي عاشق عاشق بسم الله الرحمن الرحيم صالون الاول هي هاي اي بقعه صالون العيل تشيخ في الطباخ غير تعطيك حقها يا ربي تعال ابوي هاي وحده هاي الثانيه سعدال سعدال عليك عليك تصورني انا صور الصالون حرية طريقة تشقاي بالبامي الله اضرب اضرب وي نعم هي هذا مرة ثماية بسم الله الرحمن الرحيم رده الى ولو لقمة اول خلينا نشيل البيض بسم الله الرحمن الرحيم هي ولو لقمة عاد كلها هي اهم شيء البيض فيها هي بسم الله الرحمن الرحيم بيض بلدي الله يطول عمرها البي اللي مطرشين لي من المزر المزهر لا الممزر اي نعم هذه الدياي شوف شوف بسم الله الرحمن الرحيم تعال تعال مشفته ام مشفته هاي ابي عدت الثاني بعد ايه يا الله هذا ايش نشوف صور العيش صور العيش صور العيش العيش اللي هو لو لقيمه حبت العيش هذا هو اللي يوم قال ولو لقمة عشي شيل بسم الله الرحمن الرحيم عطني 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 لازم بيض عليها بدون بيض ما تستوي ولو لقمة اوه شيل منه ودع شيلوا هذا من قدامي وبالعافية عليكم طالع الشغل هذا الهريس وهاي
هناك الأولي غير يضرب فيه لكن هي نعم. وين الدهن؟ أعطوني الدهن. أعطوني الدهن. تعال ليسة خليناه شوية عشان عشاء تكون المضروبة لا تتيارس لا كل ما خفت أحسن. بسم الله. هي مضروب بعد بعد ما قلنا تعال مضروب الأولية هاي على حسب حد يبغى على عيش وحد على بر وكل واحد لمزاج بعد هاي نعم يا أبو شلها شلها ودي شلها بابا هكا كذي ده متابعيني الغاليين ادعوا لها بالصحة والعافية الله يكشف الضر عنك ويعطيك الصحة والعافية وطولة العمر وتردين كما كنت إن شاء الله إلى الساحة الفنية يا فنانتنا القديرة مأجورة مأجورة إن شاء الله تقولين بالصحة بالسلامة ادعوا لها ادعوا لها تستاهل والبلاء ادعوا لها تستاهل فخرية خميس الفنانة المحبوبة الطيبة الخلوق